مرحبتين حسن، كيف الحال؟ هاي المنطقة اللي وصلناها الحين هي عين الرمانة. أيوة نعم، وطبعا هذه المنطقة تشتهر بكثرة الرمان فسميت بعين الرمانة. طبعا هاي المنطقة كثير من التلال قربها، تل الزعتر، تل التفاح، مشمش عكار، هاي المناطق قريبة من عين الرمانة. هي نعم منطقة خلابة وجميلة جدا. شوف طالع، بس من فضلك من فضلك لو سمحت ارجع ارجع شويه، ارجع من فضلك، ارجع ارجع ارجع. ايوه بس بغيت اخذ بعض الصور من فضلك، يعني ارجع 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 ارجع. ايوه الحين الامور طيبه. اي نعم،